في رسالة بولس لروميا إصحاح 4 مكتوب عن إبراهيم: آمن بالذي يحيي الموتى. نعم. ويدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. في سفر التكوين إصحاح 22 مكتوب 3 مرات: يرى. نعم. الرب يرى. يرى. الكلمة الثالثة في طياتها يعني الفكر المستقبلي. المرة الثالثة لما بقول الرب يرى له، فالفكر المستقبلي. ولما يسوع تكلم عن إبراهيم بقول إبراهيم رأى يومي فتهلل. فعلا هو كان نبي وكان شايف، وانه حتى لو ذبح ابنه كان يؤمن انه الرب رح يقيمه من الموت. نعم. يعني ده الايمان فعلا الحقيقة. عشان كده عنده ان النبي بيرى البعد النبوي المستقبلي. نعم. فابراهيم شاف خطة الفداء من سفر التكوين اصحاح 22. نعم. ما كانتش فكرة الفداء حاجة مستحدثة. لا. واللي عبر عنه الرسول بطرس ان دم المسيح معروفا سابقا، مش من ايام ابراهيم، لا ده قبل تأسيس العالم. نعم. فهذا الفكر كان بيعلن امام الانبياء ويعرفوا الحقيقة. عشان كده يبقى الايمان الحقيقي بيرى. الإيمان الميت لا يرى. أوكي. الإيمان الحقيقي يدرك. الإيمان الميت لا يدرك حقائق الله، يفهمها معلومات بس، زي الكاهن وزي اللاوي اللي مجرد نظر المسكين ما بقدر نعمل لك ولا شيء، سابوا تركوه كما هو.